معرض النحتي الذي أقامته مديرية الثقافة والمكتب الفرعي لاتحاد الفنانين التشكيليين بعنوان دف للفنان التشكيلي الشاب عبور الصالح تفرد بأعمال فنية نحتية تحتفي بالمرأة وتجسد روعتها وجماليتها في مختلف حالاتها الجسدية والنفسية. طبعا المرأة هي الهاجس الوحيد من فكرة المعرض، لأن المرأة هي أعتبرها كل المجتمع حتى مو نصف المجتمع، هي الزوجة، هي الحبيبة، هي الأم، هي الأخت بكل صفاتها، تمتلك أمور روحانية لا يمتلك الرجل. طبعا مدير الثقافة أشار إلى أن المديرية سعيدة باستضافتها معرضا للنحت من أحد فناني الجزيرة السورية التي تفتقر لهذا النوع من الإبداع. المعرض هو للنحت، وحقيقة نحن فرحون بأن نقدم اسم بعالم النحت على مستوى الجزيرة السورية، بسبب أنه صار عدد قليل من النحاتين في الحسكة. الحضور أكدوا أهمية تنوع محتوى المعارض التي تقيمها مديرية الثقافة في المحافظة، وتخصيص المعرض بأعمال نحتية جديدة يضيف لها ميزة إضافية. بالنسبة لنا كطلاب طبعا بيعطينا فكرة كتير منيحة انه الفن كيف بيكون، او كيف فينا نحن كمان بالمستقبل نوصل الفكرة للأشخاص الموجودين قدامنا. لاحظت تجسيد للنفسية ونعومة ورقة المرأة وحنان المرأة، كان الغالب فيها هو ما يتعلق بالمرأة وعلاقتها بالحياة والمجتمع وعلاقتها مع الرجل. المعرض ضم 19 عملا نحتيا، وتميز بأنه من المعارض القليلة التي تقام في المحافظة في مجال النحت. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.